أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا فتاح يا عليم افتح لنا بابنا بالقرآن العظيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين اللهم نور بكتابك بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك وإنه